عارف احنا الاثنين اختي حبيبتي. اختك ايه؟ اخت ابويا، ما تلخبطينيش. لا ما انا قصدي اقول لك يعني زي اختي. طبعا طبعا. ما حصل بينا ثانيه، عارف لو قطعتني هدا ولا اتكلم. ايوه طبعا. طيب اعوذ بالله. مالك يا حبيبتي؟ بس مالك يا حبيبتي؟ ايه ده؟ عمال انت في البيت ايه؟ راجع بتعيط ليه يا عمر؟ ايه ده انت بتكلميني؟ امال بكلم مين؟ البنت بتعيط ليه؟ عملت فيها ايه؟ انا مستني حاجه يا ماما. البنت عملت لها طول الطريق ضيعت لي وداني. يلوي ايه ابني الطرش يا حبيبي؟ يا ابني اخوك الطرش يعني النسمه ده هيعمل فيها ايه؟ بنتك اللي نكديه كتكونيله في عيشتكوا السودا. تعالي ندخل نطمن عليها. يا جماعه مش كده، ما تتدخلوش في مشاكلهم، سيبوا العرسان يحلوا مشاكلهم مع بعض. عرسان؟ في ايه ده؟ انت بتلم نفسك يا ابني. افهم، الاهل لما بيتدخلوا بيبوظوا كل الحاجات دي، لازم انت وعروستك تبقوا مع بعض، ما حدش يعرف اسرارك. جرايات انت اتفقت معاهم عليا ولا ايه؟ ياد بسايسهم، ياد بسايسهم، عشان البنت ما تعيش وتخش المستشفى تاني وحالتها تنتكس. يا عم ما تتحرق منا، المشكله مش في منا دلوقتي، المشكله فيا انا. مشكلتي ايه؟ دلوقتي مريم جت شافتني وانا قاعد مع الست منى واتخانقت معايا. يا نهار اسود، دي منى كده حالتها هتبوظ خالص. انت مركز مع منى ليه؟ في ايه يا حبيبي؟ انا اللي متضايق. يا ابني مش بنت عمتك. ولا ما تقلقش، انا هروح اخرج مع ليلى وهظبط لك مريم، بس انت خش لمنى قول لها كلمتين حلوين. اللي منى منى يلعن ابو منى يا اخي. ياد ما تقولش كده. ايه اللي ما اقولش كده؟ عيب عيب، الشتيمه عيب، ما بحبش حد يشتم في بيتي. حد شتم؟ بقول منى منى. نحن منى. اي مناقشات ما بينكم في اي اوضه جانبيه؟ فضول الصلاه عشان عندي درس. انت في سنه كام؟ سنه كام ايه؟ انا بدي دروس خصوصيه اكل عيش. طب يلا ماشي. اتفضل. ماشي ابو منى. اتفضل اتفضل. دي لعن ابو منى. ايه لعن ابو منى؟ عامله ايه دلوقتي؟ انا لسه واخده الدواء. خلاص خلاص يا منى، المهم الحمد لله فوقتي من الهبوط وبقيتي زي الفل. ممكن نتكلم بقى شويه؟ اتفضل يا عمر. اتفضل يا عمر، انا اللي بتكلم. انت البرشام ده بيخليك عبيطه ولا ايه؟ سوري سوري، اصل لسه ما عملتش مفعول. عايز اقول لك ان الهديه دي عمر جابها لي. ايه ده بجد يا عمر؟ يعني انت ما كنتش جايبها لواحده ثانيه؟ اسالي نور، انا مش عارفه. يعني هجيب لواحده ثانيه كرافته ليه يعني؟ كل حاجه علشانك انت طبعا. طب وهيجيب لنا كرافته ليه؟ عشان ممكن يبقى عندك فرح او مناسبه تلبسيها بقى على فستان حلو كده تبقي قمر. ما تفهمش في الموضه دي يا ابني، ايش فاهمها دي في الموضه؟ خلاص يا عمر، انا اسفه انا اسفه انا اسفه. لا 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 خلاص، انا اللي اسف. عموما يا منى، لو الكرافته مش عاجباكي هاتيها رجعها عشان صاحب المحل اصلا عايزها. لا لا، ما انا هجيب لك هديه ثانيه. لا لا، هجيب لك بانس كراوات بسيفتي حديد من قدام جامد جدا. لا لا خلاص هاخدها، ده كفايه انها منك. ايوه ما هي مش مني. ايه يعني؟ مش انا. لا مني مني صح. نهار اسود. ايه؟ صاحب المحل جه اهو. طب انا اخش الحمام على اذنكم. طب ماشي الحمام شمال كده. لا من هنا من هنا. لا الحمام من هنا. انا يا ابن الحمام من هنا يا غبي. يلا معلش، هو بيحب يعمل حمام في الخلا عشان يبقى واخد راحته بقى عشان الهدية حلوة قوي بجد، حلوة جدا. الهدية حلوة قوي ولابسة احمر في احمر. ايه بدلة اعدام وجايبة لك هدية؟ ماشي يا نور، ليلتك مش فايدة النهاردة. اقعدي بس يا ليلى وانا هفهمك. هتفهمني ايه؟ يعني المرة اللي قفشتك فيها في الشقة بجد بقى انت والسنيورة بتاعتك؟ بجد ايه ده؟ انا مش بتاعته، انا بتاعت واحد تاني. كمان بتاعت واحد تاني؟ خلصي خلاص بدل ما اخلصك العمر كله. يا ليلى اهدي وانا هفهمك. تعالي انا هفهمك بقى كل حاجة. تعالي اهو نور اهوت وهيقول لك على كل حاجة. قول لها استنى بس، انت بتصغرينا لابس ازرق في الفالنتاين؟ ما تسيطر يا عمر. انت لابس ازرق صحيح يا مريم؟ ايه خايفه تتحز يعني في الفالنتاين؟ انا اسف. ما البنات كلها لابسه احمر اهوت وشكلهم يشرح القلب. انا اسف يا عمر. ولا انا يعني قليل قوي في اللبسه الازرق؟ ايه ده بس استاذ مريم؟ عليه الصلاه والسلام. انا اسف والله، انا نزلت مستعجله فما لحقتش. مستعجله نتكلم بعدين يا مريم. ماشي ماشي يا مريم، مش هعدي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي مش دي البنت اللي كانت معاك من شويه؟ هي. ايه ده انتوا متخلصوا فيها بقى؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده ايه ده؟ احترمي نفسك. بنت انت، انا محترمه غصب عنك والله هكسر وشك ده. ليلى ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ بالراحه، في ايه؟ مالك وماله؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ هي مش دي الهديه برضه اللي انا جايبها لك؟ ايه ده؟ دي شبهها جدا. وبحبك يا عمر. شفت يا ليلى؟ اهي مريم اللي جايبه له الهديه. يعني مش انت اللي جايبها؟ لا بالنسبه لك انت هو جايبها لك. لا يا اختي مش هو اللي جايبها، انا اللي دافعه من جيبي وجايبها له. خلاص بقى يا جماعه، الهديه جت. واضح ان محدش عارف مين اللي جابها، اكيد في كذب في الموضوع. ماشي مريم ورايا. يا ليلى ايه اللي عاجبكم فيها دي؟ ايه اللي عاجبكم في الورده الحمراء دي؟ يا ليلى عاجبك كده؟ انت كانت جايبه لي هديه في علبه كبيره قد كده، كان نفسي اعرف جايبه لي ايه يا اخي؟ انت ايه؟ عشان نرضيكي في يوم ونفرحك دي شحطات اللي جابونا كده معاكي؟ عمر انت في حاجه مضايقاك؟ لا خالص، ايه اللي حصل يعني عشان يضايقك؟ مفيش حاجه. ما تزعلش يا عمر، دي طويله قوي.
خد القصيرة وضمها وسيب الطويلة تمسح السقف لأمها. لو ما سكتيش همسح بيكي انت الأرض، اخرسي خالص. عن إذنكم. يعني ايه بقى معانا 30 بنت وفجأة نقضي الفالنتاين انا وانت قاعدين في كافيه؟ احمد ربنا ان احنا اخوات، احنا لو صحاب كنا اتفضحنا. هو الناس تعرف منين؟ الهدية دي. اه صح. طب داري دي في أي حتة موجودة في أي مكان؟ ما نعرفش بعض. اه يعني خلاص صفي يا لبن، مش زعلانة؟ خلاص عمر زي أخويا. زي أخوكي؟ شكرا قوي منك. ايه ده؟ لا انا ممكن اتراجع عادي. جرى ايه يا بنت؟ في ايه مالك؟ ما تظبطي كده بدل ما اظبطك. بس ايه مالك؟ ايه مالك؟ ايه في انت كمان؟ في ايه؟ بهزر معاها، دي بنت عمتنا يا جماعه على فكره، انتوا هتضربوها ولا ايه؟ خلاص ربنا يسعدك مع عروستك. ربنا يخليكي يا حاجه. يعني خلاص مش زعلانه؟ يعني مش هنرجع البيت نلاقيكي مغمى عليكي ونوديكي على الانعاش؟ لا خلاص دي حركات بنات، بس ما جابتش مع ابن خالي. ايوه عشان انا مش بنات، انا ولد يعني. اه نور هو هتكون لسه زعلان مني؟ اه زعلان. انا بس غصب عني والله اللي ما بتعصب يعني، بس بنفعل شويه. تنفعل عليا يا روحي؟ معلش والله، بس هو اصل بغير عليك. ايه انت اتهبلت يا ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ ايه اللي بتغير عليا ليلى؟ ايه ده؟ والله العظيم اسمها ليلى. انا مش معترض على اسمها ليلى، اسمها سيده. انا بتكلم على الهبل اللي انت بتعمله ده. اصل انت مش متخيل الحركه دي حلوه. وايه اللي حلو قوي؟ اهدى يالا، اهدى كده. وايه ده؟ خلينا عزاز كده، احنا رجاله تقال، هم اللي يسحفوا مش احنا اللي نسحف لهم كده. طب بقول لك يا عمر، انت مش زعلان؟ لا زعلان. لا لا عشان خاطري ما تزعلش. ليه زعلان؟ عشان خاطري بقى يا عمر. يا مريم برضه، ما انت بتعملي حاجات حلوه ازاي؟ حلوه قوي يا مريم، جميله قوي. تعالي يا مريم، تعالي معايا. لا مش مرتبط. تعالي الترابيزه كبيره اهي، تعالي. لا 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 تعالي هنشيل الحاجات دي. لا 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 نجم في النجوم، نسخه الفيلم اللي هتدغدغ بيه الدنيا ان شاء الله. ها مكتوب ايه؟ اسمه ايه؟ في علم الغيب. مش مكتوب اي حاجه عليه؟ مش مكتوب الاسم؟ لا الفيلم اسمه في علم الغيب. وعلى كده بقى الورق فاضي ولا في علم الغيب؟ افتكري السخافه اللي بتسخفيها عليا دي عشان اطلع حكايه في البرامج لما ابقى نجم. ده في علم الغيب. المهم دورك ايه؟ جندي واحد وثقه في الله، ملوش تاني. طب الجندي ده بيقول ايه؟ بيقول مولاي هل اتي لك بالطعام؟ هو ايه مولاي شبح؟ لا ده في الزمن الزهري. ولما هي جمله واحده جايب لي انا ده كله ليه؟ نسختك يا نجم وطلعت لك خلاص. نسختك طلعت لي؟ لا لا الجمله دي ايه؟ لازم نمطها شويه عشان افضل اطول وقت على الشاشه، اوكي؟ بس عايز اعرف اقولها ازاي بالظبط عشان اقعد اطول فتره على الشاشه، يعني امطها فاقول مولاي هل اتي لك بالطعام والرز والمحشي والفتات والعيش والسلطات واقعد بقى. افرش الطعام كتير يا ابني، افرش براحتك. ولا اثر الجمله عشان المخرج ممكن يقول لا لا كده كتير قوي، فابقى جاهز برضه فاقول له مولاي هل اتي لك بالطعام؟ لا 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 الاولانيه احلى يا ابني في المط. احلى كتير الاولانيه؟ بس ربنا بس يكفينا شر الكعان. ايه الكعان دي؟ الكعان دي في النجوم الكبار عشان يطلعوا بقى وهم نجوم كبار، فنيجي نطلع احنا يقعدوا يدونا بقى واحنا طالعين يدونا كعان عشان ما نطلعش. كعان؟ انا كعان قوي. وانا معيش فلوس. لا تدفع. خلاص يا ابني المرحله جت، خلاص المرحله جت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيكم ازاي؟ الحمد لله. استاذ باسم السمره وسعد المخرج اللي قلت لحضرتك عليه. اهلا وسهلا. استاذ نور الشريف النجم اللي كلمتك عليه. ده اللي هيقول الجملتين؟ ايوه. ايه ده؟ هما بقوا جملتين؟ ايوه. يا ما انت كريم يا رب، بقوا جملتين. يا رب يكونوا طوال. ان شاء الله لو مش طوال انا هطولهم. يا رب يا رب يا نور، انا متفائله لك قوي. انا حاسس ان شاء الله عبال ما نيجي نصور المشهد ده هيبقى صفحه مش جملتين. ايوه يعني هتعرف تقولهم ولا هتكسبني قدام المخرج؟ عيب يا استاذ، ده رنقابي وراجل محترف مش هاوي، ان شاء الله تيجي تحييني بعد المشهد. طب نشوف. هتنبهر. مش ما جايبك؟ انا ممكن اسمع لك دلوقتي لو عايز. لا. انا حافظ على فكره. وسع وسع النجم وصل. دورت يا نجم؟ دورت اقسم بالله. الأرض نضيفة انزل عادي؟ اه نضيفة طبعا، اتفضل. يلا نجهز؟ نجهز ايه؟ قول للمنتج أنا مش هصور شوت واحد غير لما آخد الدفعة من 40 مليون. موجودة وفي شنطة. مش أقل من 7 شنط. أنا مش أقل من عبد الله السعيد. يا نجم، هي الفلوس دي هتكمل بيها بقية الفيلم ولا هتاخد صورة مع المنتج وتخلع؟ معلش أنا آسف، يعني هو حضرتك مين؟ أنا نور الشريف، ممثل معاك في العمل. أه بتعمل معايا دور صغير يعني؟ لا أصغر من كده بكتير. ده أحلى لعلمك. بجد؟ أستأذنك بس لو لايف؟ والمصحف؟ أه يلا. أوكي. أنا واقف. تعالوا معانا، تعالوا حوالينا. ربنا يخليك. نزل إيدك يا حيوان. نزل إيدك يا حيوان. إيه ده يا إيدك؟ أنا ما خدتش بالي والله. صباح الفل على جمهوري الجميل. أنتوا عارفين طبعًا إن أنا بحب أشارككم في كل حاجة. أنا لسه واصل اللوكيشن حالًا.
وواقف وسط مجموعة من المجاميع والكمبرسات، وجنبي اهو كمبرس ومجاميع وحاطط ايدي عليه عادي مش قرفان منه، لان انتوا عارفين طبعا ان انا بني ادم متواضع جدا. هاشتاج انا بقف جنب الكمبرس عادي. يلا اشوفكم كمان شويه. يلا ميرسي جدا. طب نراجع المشهد مع بعض. خدت بالك لما شتمته؟ ايوه كنت واخد بالي اصلا من الاول، بس متواضع قوي. بكره تبقى احسن منه 100 مره. ده انا بكره ادوس على دماغتهم كلهم بس ابقى بس. طب مش هنجهز ولا ايه؟ يلا يلا نجهز. يلا يا استاذ. يلا نجهز. منين نروح؟ منين؟ من هنا. حاضر يا استاذ. يلا يا بنت يلا نجهز. هنجهز. يلا نجهز.